روى ابن كثير وابن جرير وابن أبي حاتم في قول ربنا تبارك وتعالى آية 78 سورة النساء: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال عن مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس قال: كان في من كان قبلكم، ركز معك القصة هذا الله يرضى، كان في من كان قبلكم أن امرأة ميسورة في طلق المخاض فقالت لأجيرها، العبد اللي عندها يعني: اذهب وأت لنا بنار، يعني شب النار والضوء كده عشان نسخن الموية والمرأة في طلق الولادة. قال: فلما خرج الأجير من الدار لقيه رجل قال: ماذا ولدت سيدتك؟ قال: جارية. قال: أما أنها ستزني 100 مرة ويتزوجها أجيرها وتقتلها العنكبوت. وما يعرف إن هو هذا اللي طالع هو إيش؟ الأجير. قال: فلما سمع ذلك رجع وبقر بطنها وهرب عشان الرؤية. فمرت الأيام ومر في البحور والبلدان وعمل وعمل واكترى واتجر وجمع مالا كثيرا، ثم رجع لقريته مرة أخرى فقال لامرأة عجوز من القوم: انتقي لي زوجة أجمل نساء القرية. بعض الناس يجري وراء إيش؟ وراء الجمال، وراء المال، وراء الحسب، لكن النبي قال: فاظهر بذات الدين عليه الصلاة والسلام، ركز معي. قال: فانتقت له امرأة أجمل النساء. قال: فلما بنى بها وجلس منها مجلس الرجل من المرأة وجد بقرا فيش في بطنها الأثر. قال: حدثيني ما هذا؟ قالت: كيت وكيت وكيت، فأسقط فين؟ في يده. قال: أما أنه قد كان كذا وكذا وكذا، وكنت أنا أجير أمك، فبقرت تلك البطن وخرجت في البحور والبلدان فجمعت المال واكتريت وصرت غنيا. أما أنك، قال الرجل، إنك تزني 100 مرة. قالت: ربما كان شيئا من ذلك. الله عافينا وإياكم. إيه؟ قالت: إيه، وسويت شيئا من ذلك. قال: أما أنه تقتلك العنكبوت. قالت: عنكبوت، أنت مجنون، إيش تقتل العنكبوت؟ فبنى لها قصرا مشيدا واتخذ كل الإجراءات والأمن والسلامة ألا يدخل منه أي حشرة فضلا عن إيش؟ العنكبوت. مرت الأيام فإذا بعنكبوت تتدلى من سقف الحجرة. قالت: هذه تقتلك كما قال الرجل. قالت: الآن أنا أريك فيها. فأخذتها وفركتها بكعب قدمها فأخرجت شيئا من سمها فكان بين جلدها وظفرها فأصابها وأصابتها الآكلة اللي يسموها الآن إيش؟ الغرغرينة. فقطعت رجلها واستمرت الآكلة فماتت بها. القصة من الإسرائيليات ذكرها مجاهد، لكن فيها عبرة.